ونمشي الآن مع مراسل أو مع زميلي شكري المجرجي من راديو أكسجين فهم باش ناخذوا آخر مستجدات ولاية بنزرت. مرحبا بك شكري. مرحبا بك سادوا. بالنسبة لأخبارنا اليوم، تمت البارح إعادة انتخاب يسري لمزاتي من مدينة منزل بورقيبة رئيس للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2017-2020 على رأس قائمة تضم 3 أعضاء آخرين من ولاية بنزرت حسب ما أفادنا به مراسلنا صالح نوايل. في خبر آخر، انعقدت اليوم العشية جلسة في مقر بلدية منزل بورقيبة حول مشروع ميناء المياه العميقة ببنزرت، وطالبوا جميع الحضور من سياسيين ومسؤولين محليين وجهويين وممثلي المجتمع المدني الحكومة بتقديم توضيحات بخصوص عدم تركيز المشروع هذا في ولاية بنزرت رغم توفر الخصائص الجغرافية والاقتصادية فيها، ولتجعل منها الأحق باحتضان المشروع هذا اللي كان مبادرة من نائب بمجلس نواب الشعب علي بلخوة حسب ما أكدوه المراسلنا صالح نويل. في خبر آخر، قدم رئيس نادي الأعلام والصحافة للشمال ببنزرت ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة السيد محمد كمال ربانا مداخلة حول دور الإذاعات الخاصة الجهوية في التنمية رغم حرمانها من الأشهار العمومي وقلة إمكانياتها ومواردها المالية، وذلك خلال الندوة اللي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري البارح تحت عنوان الإعلام السمعي والبصري الجهوي في تونس الصعوبات والرهانات. في موضوع آخر، في إطار تظاهرة مدن الفنون وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت، نظمت اليوم العشية دار الثقافة بغار الملح مباريات ثقافية بين الأقسام بالمدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بغار الملح، وتضمنت التظاهرة أسئلة ثقافية ورشات في الفنون التشكيلية والقصة وعروض تنشيطية وموسيقية للأطفال حسب ما أفادنا به مراسلنا محمد علي المرالي. في موضوع آخر، تم اختيار معهد غزالة ضمن 7 معاهد على المستوى الوطني لاحتضان أنشطة تدريبية على المواطنة لفائدة التلاميذ، وانطلقت دورة تكوينية للمشرفين بالحمامات مساء اليوم السبت 25 فبراير 2017 لتختتم بعد غد بتاريخ 27 فبراير 2017. في آخر خبر، بالنسبة لليوم، يحتضن فضاء مذيف قرطاج الثقافي بمطر غدوة الصباح فعاليات الجلسة التقييمية للموسم الثقافي 2016 الخاص بجمعية مهرجان مطر للإبداع والتنشيط الثقافي حسب ما أفادنا به مراسلنا محمد الهادي البكوري. شكرا لك يا فدوى. نعم شكرا لك أنت أيضا شكري المشرقي، كنت معنا مباشرة من راديو أكسجين فام ببنزرت.